واي زول داير النجاه للناس يركز لهم على الموضوع ده. لو داير النجاه للرجال، للنساء، للصبيان، للصغار، للكبار، للاهل وللاجانب، تركز على التوحيد والعقيده. لانه يا جماعه زول اذا لاقى الله موحد، النار دي ما بتقدر تاكله، النار ذاتها ما بتقدر تاكله. فان الله حرم، وده الشاهد، فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف يتخيل هسي دي، هسي ولا القديم، من جوا قلبك تقول لا اله الا الله، وانت فاهم معناه من جوا القلب، جسمك ده لو مت بعد النار ما بتاكله. فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ومخلص فيها لله سبحانه وتعالى. شكل الناس بتركز على العقيده، واس المشاكل والغلا والجوطة والأشياء دي، الناس لو وحدت كلها بتزول المشاكل. شفت يوحدوا ويرجعوا لله، مش في صفوف والتعب والدقيق. أخونا إسحاق ده، وينو إسحاق قاعد بيجاد؟ إسحاق ده كنا في البيت أول أمس قاعدين في الديوان، واحد اتصل به من البلد. إسحاق قال لي كيف؟ الله قال لي غايته البيت جار، ويوم الثلاثة داري مرقونة منه بمحكمة، ولينا كم يوم دقيق، آخر مرة سوينا يوم كذا وغايته. قال له والله البلد دي الأيام دي في غيبوبة، الله يصحيها، في غيبوبة عديل. قال جوب التعب ده، والله البلد دي لو كلها وحدت، والصواريخ القائمة إلى السماء دي في المغابر، الصواريخ دي جفت اتفرتقت، بلد دي الله قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لفتحنا، مرات بتتقفل بسبب الشرك، قال لك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أغلب المساجد تتكلم في الموضوع ده بيشاكلوك، واحد تلقاه يجي قبل الصبح بساعة، أربعة صباحا دي ولا ثلاثة ونص بعكازه وبطاريته، يجي بدري في الصف الأول، أول ما تجي بتتكلم في التوحيد بتناولك بالعكاز ده، أول زول عمك ده ذاته بدري، ويقوم في الثلث الأخير في وقت النزول ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يحسن الظن بالله جل وعلا. شكل يفتى الموضوع ده لو الناس نجضته ورجعت لله سبحانه وتعالى بلد دي بترتاح. ولا ما تصدق القرآن؟ نصدق القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان شنو؟ غفارا. بعد قال شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. ثاني الاقتصاد مشكلته تحلت ولا ما تحلت؟ ويمددكم بأموال، ما يعود ذات الكوراك في ده، دولار وزاد ونقص، دولار بتاع شنو ومشى وإلى آخره. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، جمع جنة بستان بساتين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. تقول ليه ما بتعظموا الله سبحانه وتعالى؟ زول يا جماعة النصوص الليلة ما يعظمها، تدي الآيات الأحاديث يقول لك ده حق كنتو، الآيات يقول لك دي آيات كنتو، حصلوا انتوا بس تقروا لنا الآيات دي بس. واحد في البلد والله خطبة حضرتها في المنبر، قال أخونا خطب في المنبر، قال قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية دي في الشرك،
قال في بداية الخطبة مشى دقيقتين بيشرح فيها. تاني قال واحد تحت قال لي يا خس قبل شوية ما قلتها. تاني جبتها حارقه ولا حارقه. ولذلك رب العزة والجلال قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبشر ويفرح. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة عند الأحباش الأسد زي الحمر الوحشية أو الأهلية شافت شنو الأسد فو تجر ده لما نشوف الزول بيدعون للتوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. زمان قالوا أجعل الآلهة. شوف الكفار ديل فهموا الدين كيف فهموا عديل لخصوا في كلمات قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا والله هذا كلام عجيب مرة واحدة. ولذلك يا جماعة الإنسان يؤمن بالله يوحد الله سبحانه وتعالى. إذا تؤمن بالله صح أقرأ القرآن ده وانظر في ملكوت السماوات والأرض. يا عليك الله قبل الآيات دي هسا يا جماعة زول يمرق برا إلين فيك مقاول يسوقك يقول لك شوف البيت ده سويته أنا. تخش البيت تلقى العرش عقد يقول لك جات فيه 10 مطرات 10 سنوات المطر ولا نزه ولا نقطة. يقول لك شغلك نظيف. ووديك الصالون يقول لك شوف الأرش ده عامل كيف. المقاول ووديك ده يقول لك شوف ده كيف وده كيف وده كذا وده كذا. تتكيف منه تقول له والله أنت زول خطير مرة واحد. والبيت كله موقفه بعمدان المقاول ذاته. الله سبحانه وتعالى الناس السماوات دي كلها ما أغنعته. زول دار يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. السماء دي كلها ما أغنعته. السماء دي كم سنة واقفة لا حصل رمموها لا حصل صلحوها لا في نجوم كهربتها قطعت ولا في سلك ولا في كذا ولا في أي شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السماء دي براب تغني عن الناس. لذلك إنسان يعظم الله كواكب جبال بحار أنهار. قال الله تعالى في القرآن في سورة الرعد والآيات دي بتفهمك التوحيد وتوريك إنه الناس اللي دخلوا النار أبو التوحيد أبوه عديل كذي أبوه. والله يا جماعة ناس غربة ناس فيهم غرابة مرة واحدة. زول تقول لنا هذه واحد يزعل منك يقول لك ناس نديل مالو ناسك ديل بيجيبوا مشاكل. أنا ماذا رجيب اسمي زول الليلة كلام ظريف ولطيف. انت لكن بتكون تعبان. انت لما تقول عندي ناس فلان وفلان انت تعبان دار تعرف نفسك تعبان. كلامنا نحن خليه أقرأ سورة الزمر قبل لا ما يجيك لي سورة الرعد. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا. شو المثل ده بليغ كيف المثل ده. في نفرين في السوق من الرقيق من الرقيق يعني بيعون وبيشترون. زمان زمن الرقيق بس الناس أحرار كان زمان بيشترون وبيعون. واحد اشتروه 10 من الاثنين ديل في السوق عارضينهم للبيع نفرين. واحد اشتروه 10 10 دافعوا فيه
اشتروا من السوق اختلفوا. واحد قال لي الليلة مش معاي، ثاني قال لي لا يا زول أنا محتاج للليلة، ثالث قال لا قف على حيلك، الرابع قال لا أقعد، خامس قال لي المزرعة تنظفها تمام، سادس قال له مش غسل العربية، تاسع قال لا مش كذا جيب الملاح، عاشر قال له اشتغل في الدكان. مختلفين فيه، والزول ده بس واقف متحير، دي العشرة مختلفين وكلهم أسياد واشتروه. واحد تاني اشتراه نفر واحد، والاشتراه ده زول تمام، قال لي اسمع انت معاي اي ابشرك، قال لي من الصباح لوقت الفطور تشتغل في المزرعة، من وقت الفطور للمغرب للظهر تمشي السوق تجيب الحاجات، من الظهر للعصر ارتاح ارقد نوم، ارتاح لانه في شغل بعد العصر، بعد العصر امشي البهايم احلب اللبن، بعد المغرب تعال الاولاد شوفوا دارين شنو، بعد العشاء امشي ارقد نوم سوي الدار تسوي مرتاح. نمره واحد ولا نمره اثنين؟ مش نمره اثنين اللي عنده سيد شنو؟ واحد. الله قال لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ما متفقين ذاته، أسياد ذاته ما متفقين عشان يقعدوا في الواطو ما متفقين، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ قال لك الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله للمشرك والمؤمن الموحد، تلقاه كذي في تفسير ابن كثير.